ووصلنا لفقرتنا الأخيرة يلي هي بتهم كتار مننا وبتعطينا يمكن أفكار نحن بحاجة لها، هي الهاند ميد وإعادة التدوير. ورح نروح لعند سلمى وضيفتها يلي بدي أقول لهم صباح الخير، وشو معكم شي حلو اليوم فرجون. يسعد صباحك صباح ليا عن النور. جديد، واكيد صباح الخير لكل مشاهدينا انضمونا بهالفقره. طبعا المهن اليدويه او الاشغال اليدويه هي شيء تميزت فيه السيده السوريه بشكل عام. ضيفتنا لليوم ألبا دكاك، طبعا مصممه خليني اقول اكسسوارات يدويه، اشغال ورقيه حتى بقلب البيت، واليوم رح نحكي عن شيء بخص هذا الفصل، خليني اقول اكسسوارات الصبايا. مزبوط، شو اليوم رح نحكي ألبا؟ اول شيء يسعد صباحكم. صباح خير. هلا بالنسبة لنحن لليوم للشيء اللي محضرينه هي إلها علاقة بالعلاقات النظارة. انتوا بتلاحظوا انه هلا صار لنا فترة نحن عم موضة كتير، الموضة كتير اللي هي السناسر والحجر، كيف هو بيتناسب صار اكسسوار، هو عم تتبعه الصبية لما بتروح بتشتري النظارة الشمسي او الطبية، بيساعد انه هي تضلها معلقة ما تنساها وين حاططها مثلا. او مثلا اوقات في صبايا ما بيحبوا يحطوهم على شعرهم، او ما بيحبوا يحطوهم بالقميص او بالتيشيرت اللي هنا لابسينه، بيتضايقوا من هذا الشيء. سلمى انت اول حدا حطوا، اول حدا بتتذكري. هي كثير عن جد مفيده وحلوه، وبنفس الوقت هي بتحسيها اثنين بواحد، يعني هي صارت ستايل كمان على الشعر. ما بعرف وين انو كاميرا رح تاخذها، تاخذها عن قريب. تفضلي كملي. هلا الفكره انه هي حتى اذا انحطت هيك فهي بيطلع شكلها كثير حلو على الشعر. ايه هلا بالنسبه لهذا الشغل فينا نعمله نحن لون ذهبي، لون فضي، ممكن اي صبيه بتحب تشتغله بالبيت، هدول خصوصا الصبايا الصغار بالعمر هلا وقت الصيف فانه فيهم يشتغلوا فيه ويتسلوا فيه. بالنسبه للالوان مثلا مثل ما شايفين انتم في حجر، هو الحجر البلاستيكي بيناسب كل الأذواق، الصبايا كل التياب يمكن ستايلات كلها أكيد. وفي عندك اللي بيجي الكريستال، هلأ في ناس كتير بتحب الفضي، بيجي طابات. هلأ طبعا في أنواع، طريقة الشغل هي تقريبا كلها نفس الشيء، أمرات ممكن يكون معها خيط. هلأ الصبايا كمان الصغار كمان دارج السنة، يعني السنة الماضية شفنا أكثر شيء الأحجار، هلأ السنة عم نشوف قديش الخيط عم يدخل بالموضوع. هلأ هذا البريم، بريم هو يعتبر ممكن يكون جلد أو ساتان. إذا كان في ألوان غوامق فهلأ هي بس بده يركب لها هي القطعة. يركب لها. طيب ألبا لبين ما سلمى تفرجينا إياه، خلينا نعلم كمان شوي الصبايا. أكيد أكيد حتى لو عندهم هي السناسل كيف فيهم نضيف عليها شيء زيادة إذا ملوا منها، كيف فيهم يعملوا شيء من سنسال هن عندهم إياه، كمان فيهم يعملوا مواد تماما اعاده أكيد. التدوير. هلا الفكره انه نحن دائما بحاجه لهدول القطعتين، هن مبدا اساسي. انا مفروض يكونوا متوفرين عندي لحتى اشتغل اكسسوارات وما استعين باظافري وطقطقهم. هلا انا عم استعين بوفرتي وراح ثاني شغله، مثلا نحن في مواد اساسيه متوفره مفروض يكون عندنا، مثلا هو اسمه دبوس مفتوح، هي لحتى العالم تتعرف عليه اذا حبت تشتري منه من السوق. هذا الدبوس بيجي بأطوال مختلفة، بيجي لون منه فضي، ذهبي، برونز. هلا أنا اللي جايبته لون ذهبي للاستعمال. شو استخدامه بالضبط؟ هذا الاستخدام لما أنا بدي أحط القطعة حطها بالحجر، لما أنا بحبة اللولو أو بالحجر بهي طيب. الطريقة. أوكي عرفتوا كيف؟ هلا مثلا أنا عندي هاي القطعة اللي هو قطعة بلاستيك فرضا. طيب قلبة قبل ما نبلش نفوت العلب، شو الخيط المناسب يلي ما بينطق فورا، او الخيط يلي نحن بنركب فيه الاحجار شو هو؟ هلا الفكره انه انت عندك السلك المعدني هاي اللي هو دبوس، هذا متين جدا اوكي بهي المعامله وبيطلع بطريقه مرتبه، يعني عرفتي كيف؟ هلا بيجيكي انه انت في عندك سناسل مثلا مثل هذا السنسال، هلا في سناسل رفيعه كثير بس هي متينه، هذا السنسال متين، يعني انت عمليا عم تلبسي قطعه هي اكسسوار مدتها ساعه اكيد، وما بيكون ضمن اللعب، يعني انت ما راح تشوفي حدا عم يعمل سبور ولابس هيك قطعه، يعني اكيد لانه صح. هي عمليا هي للاكسسوار. لهيك شفنا الخيط، يعني وقت بلشوا الصبايا دارجه كثير السنه الماضيه، ويمكن شفناها اكثر شيء كانت
بالأحجار وحتى في ناس عملوها بالخرز، يعني كانت مشهورة كتير كلها تيجي خرز. بلشت في إنه طيب أنا ما بدي استخدم مثلاً الإكسسوار، ممكن أنا بدي أخذ على المسبح المي والملح أو البحر أو بشكل عام بيصدي صح بينتزع هي القطعة وبخسرة، فشو البديل؟ فكان البديل هو هي القطعة. هلأ البديل هو اللي شريط البريم، شريط جلد. إذا كنا نحن بالأوقات الشتوية مثلاً ممكن يكون جلد، إذا كنا بالأوقات الصيف هو بريم ساتان. هلأ حتى في عالم مثلاً مثل ما عم قلك، لما أنت بتحطي الحجر حبة ورا حبة هو عطيه متانة، يعني إذا بتلاحظي هلأ إذا بتشده ما بيفك، ما بينكسر طريقة بسهولة. هلأ السنسال هو يعني موديله حلو، بس أنت ما فيك تعمليه من ورا الرقبة تحطيه حجر لأنه هو ما يضايق، عرفتي كيف؟ فمشان هيك نحن مننزل السنسال بالعموم لحتى ما يكون مزعج وشكله حلو ولطيف. طيب خلينا ونحن عم نحكي نشتغل معلين عشان نعمل شيء شوفوه يلحقوا يشوفوه ضمن وقتنا أكيد. طيب هلأ بالنسبة لهي القطعة مثل ما خبرتكم هي دبوس المفتوح، هو الفكرة منه مفتوح لحتى نحن نحط الزرادية اللي هي القطعة الصغيرة. تمام. هلأ لاحظوا أنه أنا ما بمسكهم بإيدي، الأدوات هي اللي عم بمسك فيها بهي الطريقة. أول مرحلة إذا بتلاحظوا الدبوس هو كتير طويل، هي المسافة أنا ما فيني استخدمها، فأنا مفروض استعين بالقطاعة. القطاعة بحاول أخذ الطول المناسب لحتى لفها بهي الطريقة. ما بعرف قدي رح تكون الكاميرا تاخدها. عم تاخد تفاصيل الكاميرا كلها. هلأ بقطعها هيك صار طول مناسب. تماما. هي عندي اسم اللفافة اللي هي بتلف المعدن بطريقة وبيطلع مرتب الشغل بهي الطريقة. هي مشان نسكرها صار هي أول مسكرة. هلأ تاني قطعة كمان أنا مفروض أعمل، كتير في عندي هون بالشغل تناظر إذا بتلاحظوا. أنه أي بدي أخذ قطعتين جنب بعض. قطعتين نفس الشيء. طبعاً في موديلات كتير حلوة، في الصدف هلأ دارج مثل هاي القطعة مثلاً، هي كتير دارجة هلأ. والصدف حتى الحقيقي يعني الحقيقي هو شكله الحقيقي مثل هاي مثلاً. إيه صح. عم نشوفها هلأ كتير بالإكسسوارات وحتى مع المعادن الحقيقية صارت عم تدخل، يعني صرنا عم نشوف مصممين فضة عم بيدخلوا صدف، مصممين ذهب عم بيدخلوا صدف، ما عادت بس هي قطعة إكسسوار أكيد. يعني حتى هلأ مثلاً في عنا هدول الليرات، هدول كمان بيعطوا شكل كتير حلو. أكيد إكسسوار. أكيد هدول كتير دارجين يعني شكلهم ما رح تبطل موضتهم، يعني هدول كمان بينشغل فيهم بطريقة كتير حلوة، حطيتها بالحلقة الكبيرة بس لتظهر أكتر. هلأ بعدين أنا في عندي اللي هي القطعة أنا مفروض أفتحها، طريقة فتحها هي بهي الطريقة، إنه أنا بحطها وبحاول بفتحها. طبعاً أنا معلم الصبايا اللي هني أعمارهم 15-16 سنة بيحبوا يشتغلوا، بفتحها بهي الطريقة. أنا دايماً بفتحها بالأطفال بيطقل هلأ هاي ضريبتها. هلأ القطعة الثانية أنا بس أنا عم حط الزرادية بهيك، طريقة التسكير كمان نفس هي الطريقة مفروض. أنا هدول عم يكونوا عوضاً عن إيدي عوضاً عن أناملي، فأنا بفتحها وبحاول سكرها بثبتها منيح. حلو. عمليا التثبيت من هون مشان ما تفك وتقطع وتضيع القطعة اللي أنا عم بشتغلها. رح نحط واحدة تانية. هاي رح نركبها هون مثلا ولا بشو؟ فينا نركبها هون أكيد حسب اللون المناسب أو بالسنسال. هي مع السنسال أزبط أكيد. هلأ إذا بتلاحظوا أنا صار عندي هدول القطعتين. شو عاملة كمان؟ تركبية هون ما؟ باعتبار في فتحات متعددة؟ ايه هلأ كمان في عندي هدول الحبسات أنا مفروض اشتريهم من السوق. هدول هن اللي هن لهم علاقة بالنظارة. هدول متوفرين بالأسواق، بشتري قطعتين مثلا. طبعا الصبية اللي بدها تشتغل اكسسوار مفروض يبلش يصير عندها علبة مثل هاي. مو ضروري مثل هاي، يعني قريبة شوي مو بنفس ال. هلا في صبايا بيجيبوا مثلا شيء قديم عندهم بيرجعوا بيستخدموه، يعني مثلا هي الاطواق تذكري ليا مرقت فتره كان الكنزات تلاقي موجوده عليها كميه كبيره من هدول الاطواق وانت ما بتلبسيها، هي يعني شو هي ما شفتها اللولو اللي هي اللولو البلاستيك صح. تمام صح. انه بتيجي مع الكنزه معموله، بس نحن بشكل عام مو الكل بيلبسها وبطلت موضتها انت بتحطيها بالبيت. هلا هي صار فينا نعملها للنظاره صح.
ايه صار عندها خبره على فكره حتى بالانواع بالخامات بالماتيريال انه بلاستيك او بلور لانه طبعا كله في انواع اكيد ما بيحطوا اللولو البلور اكيد ايه هلا ما بيحطوه لانه تجاري يعني هلا حتى بيجي منه انواع صراحه يعني هذا مثلا اتقل من اللولو هذا تماما هلا بتبين انا بتبين يعني صار عندها خبره والله بعدين بيقشر بسرعه يعني هذا فورا هلا صحيح اذا حطينا لاي قطعه اكسسوارات ترانسبيرون الشفاف تبع المانيكير الشفاف انه بتضاين اكثر إيه؟ هلا ما بتضاين لانك انت لما بتحطي برفان بتحطي إيه؟ سبلاش انك انت هي المواد الكيماويه فهي عم بتاثر عليها اكيد بعدين في شغلات يمكن بتنطفى يعني بتروح لونها الطبيعي طبيعي هلا كثير مهم انا بدي اخذ القياس النظاره هلا انتم لاحظوا في حدا حسب رقبته حسب طول شعره الصبيه عفوا فانا باخذها هيك بهي الطريقه قد ايه بدي طولها هلا انا بعمل طول ستاندر اللي هو ما يعادل تقريبا 50 سنتي وانا بحس انه يعني قد ما كانت طويله ما بيأثر يعني في كثير صبايا بحبوها طويله بالصيف بتعطي رياحه يعني بتعطي شكل بحيث ما تلبكها ما تلبك شعراتها صراحه تماما اكيد هلا فينا حتى نحن نحط هون سنسال اذا بدنا سلمى خلينا بس قبل ما نختم نشوف كمان خيارات على الخيارات الثانيه هي شفناهم في هدول هل كمان هلا هن احجار بس بدبوس هن حاططهم شكل ملون يلا هن احجار معمول اشكال هي كمان للنظاره كلهم نظارات هلا طبعا القطع نفسها بتصير سنسال طوق اذا حبينا تماما بس منشلها قطعه ال والوان الصيف وعجقه الصيف وجماليه الصيف يعني عن جد هدول الالوان بيلبقوا مع كل الثياب بيلبقوا مع كل الستايلات ان كان سبور او كان رسمي شوي هلا في ناس بحبوا اللون الواحد انه انا شو لابسه بدي اعمل شو عم كذا انا بحس انه لا كل ما كان الوان كل ما كان احلى يعني بيلبق على كل شيء الا في مثلا الحجر الازرق كمان مرق فتره موضه لوحده يعني شو ما لبستي تلبسي عليه حجر ازرق تركواز كان او على هو الفيروز ما بتبطل مطو حجر الفيروز ابدا ما بتبطل مطو صراحه في حسب الاحجار هلا في ناس بتحب الاحجار الكريمه ما بتحب تلبس اي شيء الاحجار الموجوده في منها طبيعيه في منها واضح خرز في منها عادي. طبيعه في منها تقليد يعني فينا نقول هلا لانه كل شيء غالي فعمليا انت هي الاحجار هلا شو ما كانت حلوه انا بشوفها طب هلا بما انه حكينا على الاسعار قديش تكلفتها يعني اليوم هي المواد الاوليه اذا بدي ساويها والله إذا شو بدي اقول لك حطيت ايدك على حطيت ايدك على الوجع لا يعني هي قطعه قد ايه بدي اشتريها هلا صراحه مثلا بيجي عندك السنسال حقه تقريبا 1500 ليره مترو اوكي اذا بدنا نقول نحن بس هي القطعه هلا هي السنه الماضيه كان سعرها تقريبا 200 ليره هلا اكيد بظن صار سعرها 400 يعني ليره يعني قد ما زاد يعني تقريبا بدي ب 2000 ليره مواد اوليه تقريبا لا شيء بدك تعتبري 3000 هيك لساتها رخيصه لا ما انا رخيصه من السوق انت لما تشتريها جاهزه قد ايه عم تاخذيها؟ بده يبيعها تقريبا مثلا مثل هي القطعه صارت جاهزه صار في عندك كل قطعه هي دبوس وحجر فانت عمليا في عندك تكلفه الحجر اللي هو غالي ما رخيص حتى لو كان بلاستيك وثاني شغله مده العمل يعني انت لما عم تقعدي تشتغليها بتاخذ وقت معك ساعتين اذا كان في خبره ساعه بس بالعموم ايضا فينا نستفيد من اكسسوارات قديمه طبعا من من ونعيد ونعيد التدويره مثلا قلبها قبل ما نختم مع حضرتك بس فرجينا وين وصلنا بالشغل النظارات وخلينا نجربهم على النظارات اي اكيد هلا انا مثلا لو انه معي وقت اكثر بضيف هون سنسال اكثر صراحه ما بخليها دغري نازله لانه كمان هيك مهضومه وبحط قطعه ثانيه ما بخليها لحالها بحط قطعه ثانيه كل ما زوزقتها بتطلع احلى لكن يعني يعني بدقائق قليله بينعمل معنا احلى اكسسوارات بالطريقه البسيطه يعني ايه عم نحكي وهلا احلى شيء البساطه والقريب من الطبيعه حسب اول شيء شو عندك ادوات متوفره يعني هلا انا مثلا بالعلبه عندي مواد كثير هلا اذا بتلاحظي خلينا نرفع بس على الكاميرا لحتى تظهر تماما كثير حلوه بسيطه وحلوه هلا هيك كثير حلوه وانه الوانها صيفي هلا في كثير قصص مثلا بتنحط بالعاده اللولو بس عم طلع وينه
هي القطع في كثير قصص ممكن تنضاف. هدول مثلا هدول كثير حلوين لما بنحط ثلاث اربع حبات مع بعضهم جنب بعض. تمام. يعني اليوم هيك تعرفنا بشكل بسيط من قلبها ايه. على بعض خليني اقول التفاصيل، ممكن باوقات ثانيه نرجع نشتغل ونعمل افكار ثانيه. بدنا نشكرك على وجودك معنا وعلى هيك اللمسه الحلوه اللي اضفتيها على صباحنا. هلا. وانا كمان بدي اتشكرك، ونهارك حلو ومثل شغلك واحلى. شكرا كثير. نهارك سعيد.